بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس لغتي الخالدة وهو بعنوان زراعة اللؤلؤ أولا بداية أعزائي الطلاب، لا بد وأن نتعلم جيدا ماذا سنتعلم اليوم، أو ما هي أهداف هذا الدرس. من منكم يقدر على أن يستنتج لي هذه الأهداف من خلال عنوان النص؟ وهذا نص قرائي. أولا، أحسنت، قراءة النص قراءة صحيحة، وهذا ما تعلمناه في كل نص من نصوص القراءة، أن يقرأ الطالب النص قراءة صحيحة. الثاني، صياغة الأفكار العامة والجزئية، أحسنتم. الثالث، التعرف على معاني جديدة، بداية نريد أن كل طالب منكم أن يأتي بورقة وقلم، لماذا؟ أحسن، جدول التعلم أو جدول المعرفة، وهذا ما كنا درسناه سابقا في الدروس الماضية، وكان أقرب درس كان درس ماذا؟ مجتمعان في آخر الوحدة الخامسة، أحسنتم. طيب، جدول التعلم هذا نقسمه إلى كم؟ أحسنتم، ثلاثة. الأول، ماذا أعرف؟ الثاني، ماذا أريد أن أعرف؟ ممتاز، رائع، أحسنتم. الثالث، ماذا تعلمت؟ ممتاز، بارك الله فيكم. هذا هو الجدول أمامي، جدول إيش؟ جدول التعلم أو جدول المعرفة. أولاً، ماذا أعرف؟ ثانيا، ماذا أريد أن أعرف؟ ثالثا، ماذا تعلمت؟ طيب، سؤال، ماذا أعرف؟ هذا متى أكتبها؟ أحسنتم، من خلال عنوان النص زراعة اللؤلؤ. ماذا تعرف عن زراعة اللؤلؤ؟ أمامكم 30 ثانية، اكتب كل ما تعرفه عن زراعة اللؤلؤ. أي شيء يخطر في ذهنك اكتبه عن زراعة اللؤلؤ. أحسنتم، نأتي إلى الثاني، ماذا أريد أن أعرف؟ ما الذي تريد معرفته عن اللؤلؤ أو عن زراعة اللؤلؤ؟ أي سؤال يخطر في ذهنك أو يرد على بالك اكتبه في هذه الخانة، ماذا أريد أن أعرف؟ أمامكم أيضا 30 ثانية. ماذا تعلمت؟ هذه ماذا متى نكتبها؟ أحسنتم، اسمعوا طالب يقول في نهاية الدرس أو بعد قراءتي للدرس، أحسنتم. هيا إلى
الدرس التنمية القراءية. أولا، أقرأ النص قراءة صامتة مراعيا مهاراتها لمدة 5 دقائق. من منكم أعزائي الطلاب يذكرني بمهارات القراءة الصامتة؟ وهذه قد درسناها سابقا في الوحدة الرابعة. أحسنتم. أولا، تجنب الهمس. تجنب ماذا؟ تجنب الهمس. ثانيا، البعد عن تحريك الشفاه. ثالثا، الالتزام بالوقت المحدد. رابعا، وضع خطوط بقلم رصاص تحت الألفاظ الجديدة. هيا بنا لنقرأ الدرس بعدما تعلمنا مهارات القراءة الصامتة، ونقرأه أيضا قراءة ماذا؟ قراءة صامتة.
أحسنتم أعزائي الطلاب، أريد منكم حسناً أعزائي الطلاب، بعد قراءتنا للدرس نأتي ونقول أنمي لغتي. أنمي ماذا؟ أنمي لغتي. أولاً املأ شبكة المربعات التالية أفقياً ورأسياً بما يلي: معاني كلمات، املأ شبكة المربعات التالية أفقياً ورأسياً بما يلي: أولاً معنى كلمة مشاق، معنى ماذا؟ معنى كلمة مشاق، كلمة تحوي على حرف الصاد. شيء شاق أي شيء ماذا؟ صعب، ممتاز. يبقى كلمة مشاق معناها مصاعب. أحسنت، مشاق أي مصاعب. الكلمة الثانية معنى عاقر، معنى ماذا؟ معنى كلمة عاقر، إنسان عاقر أي ليس عنده أولاد، يبقى إنسان ماذا؟ عقيم. أحسنت، الكلمة الثالثة معنى التندر، معنى التندر، نهانا الله عز وجل عن ذلك. إنسان يتندر من إنسان أي تحوي على الألف والسين والراء وتنتهي بالتاء. التندر أي، أحسنت، السخرية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. التندر أي السخرية. أحسنتم، نأتي إلى الكلمات رأسيا، هذا انتهينا من أفقيا. رأسيا ضد كلمة الجهل، ضد الجهل، إنسان جاهل عكسه إنسان، اللام والميم. أحسنتم، عالم ضد الجهل أي العلم، إنسان جاهل عكسه إنسان عالم. ضد كلمة طائلة، طائلة، لكي أأتي بضد الكلمة لابد أن أجب أن أعرف معناها أولا. ما معنى كلمة طائلة؟ إنسان عنده أشياء طائلة، أشياء كثيرة. طيب ضد كلمة طائلة أي إيش؟ ضد كثيرة أي تبدأ بحرف القاف. أحسنت، قليلة. مرادف كلمة ناهزة أي معنى كلمة ناهزة، المرادف والمعنى الاثنين بمعنى واحد هو المعنى الكلمة ناهزة. ولكن لاحظ معي هنا قال معكوسة أي تبدأ من أسفل لأعلى، الحرف الذي قبل الأخير حرف الراء. ناهز أي، أحسنت، أشرف. نأتي بعد ذلك إلى السؤال التالي، كما يقول لي ثانيا: أصل المعنى في مجموعة ألف بما يناسب معناها في مجموعة باء. ألف الاقتصاد، ماذا تعني كلمة الاقتصاد؟ نختار لها من العمود الذي هو على اليسار، هل هو فلاحة الأرض أم علم يبحث في إدارة واستغلال الموارد أم ممارسة البيع والشراء؟ أحسن، الاقتصاد وهو علم يبحث في إدارة واستغلال الموارد. الكلمة الثانية التجارة، ما معنى كلمة التجارة؟ هل فلاحة الأرض أم ممارسة البيع والشراء؟ أحسنت، ممارسة البيع والشراء، أزرع وهي فلاحة الأرض. أحسنت، إلى هنا ننتهي أعزائي الطلاب من هذا الدرس.
ونكمل في حصة قادمة بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة بإذن الله.